مساء الخير. أطلب للسادة الحضور الوقوف دقيقة إحدى على مروحة الطائرة الروسية للأمن الفوق. ضيوفي الأعزاء، الكاتب الكبير حلمي النمنم وزير الثقافة، السادة الوزراء، السادة السفراء، السيدات والسادة، أهلا وسهلا بكم في قلعة الفنون دار الأوبرا المصرية. نشهد اليوم افتتاح فعاليات الدورة 24 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية. هذا التجمع الفني العربي السري الذي يتقدم بثبات دورة بعد أخرى، ويعد المهرجان مركزا لتلاقي فناني وخبراء التراث الموسيقي العربي الأصيل، الذي حرصت دار الأوبرا المصرية على أن يشغل مكانا هاما من انشطتها حفاظا على موروثنا الفني الفريد ومقوماته وجمالياته. فالموسيقى هي السفير الذي يخترق الانسان بعواطفه وقلبه.